الفريق لحد اول توقف جاي اهو قدام حضراتكم على الشاشه. انت عندك الماتش الجاي مين؟ يوم الثلاث مصر مقص في الدوري، وبعديه يوم الجمعه على طول سان داونز، ماتش ضرب نار ضرب نار في دوري ابطال افريقيا. وبعد كده هتلعب مع فاركو، وفاركو فرقه تقيله في الدوري. او سبت ماتش سان داونز هيكون يوم سبت عفوا، تمام. بعد كده هتلعب مع فاركو في الدوري يوم 1 مارس، ماتش تقيل. وبعد كده هتلعب المريخ، مهم قوي تكسب، يعني سواء سان داونز او المريخ لما نتكلم عن دوري ابطال افريقيا مهم قوي تكسب، واخدين بالكم؟ بعد كده ترجع تلعب مين؟ بيراميدز. بعد كده تلعب، تروح تلعب مع سان داونز. فكل دي ماتشات تقيله جدا. وبعد كده بقى تلعب في كاس مصر في دور 32 مع المصري بالسلوم بعد ما القرعه بتاعت دور 32 اتعملت النهارده. وبعد كده هتخش على المريخ السوداني، ها تلعب هنا. هو الميزه الحمد لله ان الماتش هنا برده، بس طبعا برده ماتش صعب. حلو. بعدين بقى ايه؟ هنقف عشان الاجنده الدوليه. قبل الاجنده الدوليه بص، ادي ادي ماتش 2 3 4 5 6 7 8 ماتشات في فتره قليله قوي، فهيبقى في اجهاد مش طبيعي يا جماعه، مش طبيعي اي فريق في الدنيا يكسب الثمان ماتشات، مش هيبقى طبيعي. بعد الاجنده الدوليه بقى زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، عندك الهلال السوداني في القاهره، وبعد كده الاتحاد السكندري في الدوري ومصري في الدوري، وبعد كده تلعب باذن الله واحد احد ان شاء الله نكون موفقين ونتاهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وبعد كده تلعب انبي في الدوري، وبعد كده اياب دور ربع النهائي في دوري ابطال، وبعد كده طلائع الجيش وسيراميكا. فالموضوع صعب. احنا المفروض نعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا دلوقتي المفروض نكون في ظهر الفرقه دي. بالمناسبه يا جماعه في ماتشات هنخسر في، مش عايز اقول نخسر، ممكن نتعادل فيها ان شاء الله، يا رب لا نتعادل ولا نخسر، المهم ان شاء الله باذن الله نكون موفقين ان احنا نكسب. بس احنا بنتكلم بواقعيه، في ظل الايجاد الكبير اللي ممكن يحصل ده، او مش المؤكد انه هيحصل ده، طبيعي قوي الناتج يكون ان انت في ماتش 2 3 تتعادل فيهم، تفقد نقاط سواء في دوري ابطال سواء في الدوري. المهم الهدف في الاخر يتحقق، يعني بصراحه ان انت تاخد اللقب يعني، بس عشان الهدف الاسمى والاكبر يتحقق مش عايزين ان احنا نضغط على جهاز فني او لعيبه، لان الناس دي فعلا بتتعب. طبيعي هيبذلوا كل اللي عليهم وكل المجهود المطلوب منهم وهيموتوا نفسهم في الملعب، ده من الناحيه دي اطمنوا تماما تماما وتاكدوا من كده، وانا عارف ان كل جمهور الاهلي متاكد من كده. لكن في نفس الوقت الله لا يقدر لو حصل ان احنا تعادلنا ماتش، او لا قدر الله خسرنا ماتش، ما نمسكش السكاكين او ما نسنش السكاكين زي ما بيقول. يعني في ناس، البعض يعني من جماهير النادي الاهلي، وهم بيبقوا بيحبوا الاهلي جدا طبيعي، لكن بيبقوا متحاملين بصوره اكبر على